حميد العراق يلا بدخل له مقطع هذا رايح يروح الوادي الجن ويكلف فيه ليلي يرجع لما نشوف بالتشريد بالثريد بانواع البرياني ممكن تحكي على راتب الرعاية جابك هاي القضايا انا رجال قلبي محترق على الشيعة وعلى الشريعة وقاعد انظر بعين واتابع مصادر لا تدخل نفسك بمعمى اخرى افا احتمال هو باوع علم ورايا شاف راسه شي برقى لك انا افا مو بالضرورة ول بس انا ما انزل المستوى عيب اخوك محترق قلبي عليه شلون تخش عليه انا ما رحت هناك يعني شوف هذا الشيخ راح يعوفها كلها ويظل يتشلب بحميد العرج حميد العرج حميد العرج ظل حضر راح يظل يتحلم بيه حميد العرج شيخنا شبيه مثلا راسي كبير راسي اكبر من راسك غير هذا راسك خلي محفده البليه اكبر من راسي مرتين زين تنزل مستواي انا شبيه عمي عم ريال بشار وخلقه ربك ومسلم ومن مذهبك تتجاوز وتتنمر علي ليش هيك شيخ وجرحت مشاعري والله جرحت مشاعري زين انا هم رايح عشيره الله وكيلك عشيرتك كده معوقين زين دير بالك انت بالعباس اذا غلطت علي بعد هذا اخر انذار اذا تجاوزت وقلت حميد راسه كبير ترى راسه كبير مطي لا تغلط دير بالك بالعباس خلي المعوقين خيرهم يلطبق اثنين يلطبق عكازتين مو تروح بعيد شو حاط لك ميز وراك وتسولف وحدك يكفى العباس ولا بنادم قدامك انت هسه عفتها كلها وبسطت بحميد العراي ها باشا تنزل مستواي شنو مستواي شبيه مستواي عمي شبيك سودنت انت ترى حبليت عمي ما عنده هل ياخذونه للطبيب شيخنا لا تتجاوز على الناس ثاني شيء انا من رديت عليك قلت لك شيخنا لا تعم احكي نسوان فاز لا تحكي علي نسميه بالاسم لا تعم انبسط بحميد العراي صار لك شهر شمارك سودنيت اركبك جنيت يلا بتخلق حاط لك قزقوزة هنا كاتب لك خيط من شني شبيه شيخ مع الأسف عليك يا والله لا تتجاوز على المعوقين جرحت مشاعر والله يا شيخ أزعل عليك ها